مرحبا يا حلوين، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير المعكروني بطريقة جدا رائعة وطيبة. اول شي عنا 3 معالق طعام زيت نباتي، 4 حبات ثوم قطعتهم بهيدا الشكل وكمان بصل صغير مقطع بهيدا الشكل، حبيت دخلها كمان بندورة صغيرة، وعنا لحمة مفرومة ناعم، ملعقة صغيرة شراب وملعقة صغيرة حبق. هيدا الحبق بجيبهم مرتبان صغير، ممكن نحط حبق اذا هيدا المرتبان مش متوفر عنا فينا نحط حبق يابس او حبق طازة اخضر. معكروني طريقتها كتير سهلة وسريعة ومختلفة شوي بعتقد. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. اول شي بحط البصل والثوم، بقليهم على الغاز. بدي احاول مثل ما قلت لكم اذا فيني على طول استمر بالفيديوهات، يعني كتر فيديوهات. بسم الله. بنقديهم شي بسيط. للمشتركين الجدد بتمنى التعليق على الفيديوهات والاشتراك بالصفحة ليصلون كل جديد. بس قلت البصل والثوم بهيدا الشكل. هلا بحط اللحمة. اكيد انا عطول بقلكن عم بعمل كميات صغيرة، يلي بده بدوب الكمية، عرفتوا كيف؟ يعني انا هلا عاملة معكروني تقريبا 100 جرام. بس قليت اللحمة والثوم والبصل، هلا بحط البندورة بس شوي شي خفيف بقليها كمان. رح رش بهار. كمان ملح. الملح والبهار مثل ما عودتكم حسب الرغبة، بالأخص الملح. بقلي شوي البندورة. بس تقلك البندورة بهيدا الشكل شي خفيف، هلا رح حط الشراب والحبق البيزل، كمان بحركهم مع بعض. رح احط كمان مي، هيدي الكاسة الصغيرة اللي كان فيها الشراب والحبق. بحركهم شوي. واو ريحة الحبق شو طلعت، كتير كتير حلوة. مثل ملاحظين انه ما اخذت مننا وقت للطبخة. بغطي الطنجرة وبتركهم ليغلوا مع بعض. بعد حوالي دقيقتين بشيل الغطا، خلط الخليط كله منيح مع بعض. هلا بحط طبقنا المعكروني. بسم الله. كمان بحركهم. طفي الغاز وصارت جاهزة الوجبة للتقديم.
بحطهم بالصحن، بحاول قد ما فيني ما خلط فيهم عشان البندورة استويت صارت بهيدا الشكل لتبقى شكلها كتير حلو. واو هيدا الشكل النهائي. شفتوا البندورة زي ما هي عطت شكل كتير رائع. كمان بزينها بحط عرق نعناع بهيدا الشكل. هيدي المعكرونة اللي عملتها أنا وياكم وكتير سهلة التحضير. بتمنى التعليق على الفيديو والإعجاب بالصفحة، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.